النهارده جماهير النادي الاهلي بتنتظر مباراه مهمه جدا بتجمع ناديها مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، واللي هتكون مباراه قويه للغايه. اسئله كتيره طبعا على لسان واذهان الجماهير المصريه عن هذه المباراه، ازاي هيتعامل مارسيل كولر مع الترجي، ايه التشكيل اللي ممكن يعتمد عليه كمان، واسئله كتيره يا مان. كل الاسئله دي هنعرفها النهارده او هنعرف اجابتها النهارده من الناقد الرياضي محمد مهدي. صباح الفل يا مهدي، اهلا وسهلا. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل المستمعين. صباح الخير عليك. المباراه هتمشي ازاي؟ الاهلي والترجي بيبقى لهم كده طريقه معينه، مش عارفه بقى يعني ما بتتحسبش بالفرق الخبرات ولا بفرق الارقام. بصوا، طبيعي لانه الاهلي فريق كبير والترجي نفس القصه فريق كبير، بعيدا بقى عن الاسماء اللي موجوده مين، طول الوقت في خبرات موجوده في الفريقين، الاثنين ابطال. الترجي خد البطولة من الأهلي مرتين، الأهلي كسب البطولة على حساب الترجي كذا مرة، فبالتالي أنه يعني نفس القوة. الترجي بيجيله فترات بيقع ولكن بيقوم بسرعة، ودي سمات الفرق الكبيرة أنه لما بيقع سيزون أو اتنين بتلاقيه رجع تاني. يعني شفنا الترجي السيزون اللي فات كان ما كانش موجود أصلا لا محليا ولا حتى أفريقيا، بنشوف السنة دي بيوصل لنهائي دوري الأبطال في مفاجأة كبيرة ما كانش حد متوقع. حتى لما القرعه اتعملت والترجي قصاد سان داونز وكل الدنيا كانت مرشحه سان داونز للوصول للنهائي، يعني حتى ان جمهور الاهلي ذات نفسه كان بيفكر ان احنا نلعب سان داونز ازاي مش الترجي، ولكن الترجي قدر يعمل مفاجاه كبيره ويعدي سان داونز ويكسب ذهابا وايابا بنتيجه 1-0. فده يديك انطباع انه لا، فرقه كبيره عنده لعيبه كويسه جدا خبرات، دعم صفوفه بلاعبين كويسين جدا. لو شفت الاهلي كسب الترجي السنه اللي فاتت 3-0 في فرادس ورجع في القاهره كسب 1-0 بهدف حسين الشحات، ولكن التشكيله بتاعت الترجي تختلف، يعني 70% من التشكيله تختلف عن الموسم اللي فات. عندهم مدرب برتغالي جالهم في يناير، مدرب ممتاز جدا ميجيل كاردوزو، فبالتالي لا، حسبه الاهلي والترجي عامه بتتحسب في 90 دقيقه قبل الماتش وبعد الماتش، ده كله في النهايه توقعات وتحليلات ولكن في النهايه هي الكوره بتفرق في 90 دقيقه. جاهزيه اللعيبه ايه؟ هل مركزه ولا مش مركزه؟ لانه الفرقتين عندهم خبرات، الفرقتين كسبوا دوري الابطال وصلوا كتير جدا للنهائيات، عندهم خبرات كبيره جدا، المديرين الفنيين سواء هنا او هنا عندهم خبرات كبيره. مدرب الترجي ما لعبش قبل كده في يعني ما دربش في افريقيا، دي اول تجربه ليه، ولكن كولر كان نفس القصه، كانت اول تجربه ليه مع النادي الاهلي وقدر ان هو يحقق نجاحات. فبالتالي من الماتشات النادره ان تقدر تقولي كفه مين الارجح، مين الملعب هو اللي بيفرق، زي ما شفنا السنه في النهائي الاهلي والترجي والوداد كنا بنقول نفس القصه برضو، الترجي عنده الوداد عنده خبرات وعنده لعيبه وعنده ما تقدرش تحكم الا في 90 دقيقه. طيب هل مواجهه الترجي بالنسبه للاهلي هي افضل من مواجهه الاهلي صن داونز؟ بص، مش افضل يعني السنه دي، لا كانت مواجهه صن داونز كانت افضل، لانه السنه دي صن داونز مرهق جدا. الدوري الافريقي اللي اتعمل يعني ارهق صن داونز بشكل كبير جدا، كاس امم افريقيا لانه انت بتتكلم في 80% من تشكيله جنوب افريقيا من فرقه صن داونز، فبالتالي انه عندهم ارهاق بدني وذهني كبير جدا. يعني انت اول مره تشوف صن داونز بالمستوى المتواضع ده في دوري الابطال، فبالتالي انه الناس بس عندها خلفيه انه صن داونز كعبه عالي على النادي الاهلي، فبالتالي في تخوف من مواجهه صن داونز. ولكن السيزون ده كانت اسهل مواجهه للنادي الاهلي ان هو يقابل صن داونز، كانت فرصه للاهلي، الفرصه كويسه لان هم يعني بدنيا واقعين جدا، ذهنيا مش مركزين، وده شفناه حتى في ماتشين بتوع الترجي انه يخسر من الترجي ذهاب واياب. فبالتالي تقدر تقول انه صن داونز لا، هو فعلا اللعيبه مرهقه، يعني انهم لعبوا عدد كبير من الماتشات سواء في دوري الابطال او في الدوري الجنوب افريقي او في كاس الامم الافريقيه يعني. ولكن في المقابل الترجي نقدر نقول ان نص الفريق بتاع الترجي جديد، فبالتالي ده برضه بيفرق مع الفريق. شفنا كان ظهر بشكل كويس جدا في الدوري الافريقي الترجي، وناس كتيره كانت مرشحاه، وقبل بدايه الدوري الناس كلها ما كانتش عامله حساب الترجي لانه ليه موسمين مش موجود يعني في افريقيا يعني، لكن عمل ماتشات كويسه جدا في الدوري الافريقي، بنوا عليه في دوري الابطال، بقى ماشي كويس جدا بدوري الابطال ويوصل للمباراه النهائيه. فبالتالي المباراه صعبه جدا، الترجي عنده تيم تقيل جدا هجوميا ودفاعيا، وعنده حارس مرمى قوي جدا امين الله مميش، فبالتالي متماسك في كل الخطوط. يكفي انت بتتكلم في 8 ماتشات الترجي يعني لم تهتز شباكه، فبالتالي ده يديك مؤشر برضو ان عنده صلابه دفاعيه قويه جدا وعنده قدره تهديفيه هجوميه، لان عنده اثنين برازيليين يان ساسي ورودريجيز، اثنين برازيليين جابوهم في السنه اللي فاتت، فبالتالي انه عاملين شغله كويس جدا مع الترجي يعني. كاردوزو بقاله يمكن 3 شهور تقريبا او 3 شهور وحاجه بسيطه مع الترجي، النهارده المباراه المية للنادي الاهلي مع المدرب بتاعه، فاحنا بنتكلم في ان احنا لو فكرنا كده اعتقد ان في قراءه للملعب هتبقى مختلفه.
اكيد كولر ليه فتره مع النادي الاهلي، فبتوج ببطولات محليه وافريقيه وكاس عالم للانديه، فبالتالي انه بقى حافظ بشكل كبير يعني وضع النادي الاهلي ايه في افريقيا. يعني كنا قلقانين في الاول لما جه انه اول مره يبقى في افريقيا، ولكن خلاص بقى متمرس يعني في افريقيا، فبالتالي كولر بقى حافظ كل حاجه، حتى ردوده حتى في المؤتمرات الصحفيه بقت يعني اكثر عقلانيه من الاول، بقى فاهم طبيعه الجماهير او الجماهير عايز ايه بالظبط، بالظبط. حتى الجماهير يعني في المؤتمر الصحفي امبارح لما اتسال من الصحفيين عن الشناوي ولا شوبير اللي هيقف جون، ضحك وما اتكلمش، ضحك وخلاص يعني. الاول كان لا يعني بيقول اصل الجمهور قال مش عارف يعمل ايه ومش هتعمل ايه، فبالتالي هو عدى مرحله تليفوني عشان لو عايزين تعملوا تغييرات بالظبط. لا وكان في ماتش من الماتشات في الدوري المحلي لما بيتسال على التغييرات انت مأخرها، يعني قال انه الجمهور قال طب انا لما بعمل تغييرات متاخره بتزعلوا، لما بعمل تغييرات بدري برضه بتزعلوا. فبالتالي انه لا بقى متمرس بشكل كبير جدا. لعبت النادي الاهلي انت برضه بتتكلمي في خمس يعني دي خامس نهائي على التوالي لعبت النادي الاهلي موجودين في النهائي، كسبت ثلاثة دوري الابطال وخسرت الماتش بتاع الوداد وده الخامس، فبالتالي انه انجاز كبير لعبت النادي الاهلي، وده بيدي انطباع انه لهم عندهم يعني عدد من الخبرات مهوله. انت بتتكلمي في خمس سنين النادي الاهلي بيوصل للمباراه النهائيه، فبالتالي لا يعني حاجه كبيره جدا انه خلاص هو بقى بيتساوى الاهلي بريال مدريد، انه دوري الابطال اوروبا ريال مدريد ودوري ابطال افريقيا النادي الاهلي، الخبرات كتيره جدا. هي القصه بتتوقف على بقى الحاله البدنيه والنفسيه والذهنيه للعيبه في ال 90 دقيقه مع الضغط الجماهيري مع ملعب رادس. الاهلي خسر كتير في رادس وكسب كتير في رادس، فبالتالي هي التعامل ده هو اللي هيفرق في المباراه، بعيدا بقى عن خطط اللعب والطرق والمدير الفني وبتاع، لانه في حاجات في النهايه هي قصه لعيبه، ممكن المدرب يبقى عامل كل حاجه ولكن انه اللعيبه مش جاهزه يوم المباراه، مش مستعده ذهنيا وفنيا للمباراه، ده اللي هيفرق في القصه. وفي المقابل الترجي عنده برضه مدرب كويس جدا، يعني لا تشوف الماتشات الترجي اتغير بشكل كبير مع المدرب، وكان عندهم طارق ثابت تم يعني تبديله بالمدرب البرتغالي ده، وتشوفه على الخط لا طول الوقت هو هايبر بيتحرك كتير جدا، عامل يعني ستايل يورجن كلوب كده، بيتحرك كتير وبيتكلم وبيزعق في اللعيبه وبتاع، فده برضو يديك انطباع انه لعيبه الترجي حتى توقفاتها في الملعب وطريقه اللعب مختلفه عن السابق يعني. طيب انت قلت نفسيا ده هيبان يوم المباراه، قد يكون في ضغوط على اللعيبه فتظهر على ارض الملعب، لكن بدنيا هل كل اعضاء الفريق مستعدين؟ النادي الاهلي جاهز، وكولر المباريات اللي فاتت في الدوري كان بيعمل روتيشن بشكل كبير جدا، فبالتالي انه حتى الماتش الاخير ريح عدد كبير جدا من اللاعبين، شفنا علي معلول ريح، شفنا محمد عبد المنعم والى اخره، واسامه ابو علي كان يعني خارج المباراه، فبالتالي انه هو استعد كويس جدا للمباراه النهائيه او المباراتين الذهاب والاياب، وريح عدد كبير جدا من اللاعبين، فبالتالي انه بقوا جاهزين بدنيا للمباراه، مش مرهقين بشكل كبير يعني، لانه القايمه برضو في النهايه قايمه النادي الاهلي قايمه كبيره، فبالتالي انه بقدر هو الفتره اللي فاتت يستخدم كل الاوراق اللي معاه، وشفنا ناس بدلاء بيلعبوا بشكل اساسي. مين بقى مين قول لنا كده على الاسماء مثلا الروتيشن ده افرز مين؟ لا مش افرز مين، ولكن يعني اداك القوام الرئيسي بتاعك ال 11 لاعب بتوعك تمام، ما عندهمش مشكله بدنيه، مش واقعين منك بدنيا، لان انت كان عندك مشكله في محمد عبد المنعم بيلعب باستمرار، لما ريح الماتش اللي فات بتاع البلديه خلاص هو يعني بقى مش مضغوط في اللعب. علي معلول كان بيلعب باستمرار، فبالتالي اداله ماتشين ان هو يريح فيه، فبالتالي استعاد كامل لياقته البدنيه. محمد هاني اداله راحه الماتش اللي فات، فبالتالي انه بقى جاهز يعني للمباراه. اسامه ابو علي المهاجم الفريق كان برضه ما لعبش ماتش البلديه، بقى جاهز اكتر بدنيا للمباراه، فبالتالي ان هو حافظ على ال 11 بتوعه او القوام الاساسي، انه ما يلعبوش كل الماتشات اللي فاتت، يلعبوا اجزاء من المباراة او يغيبوا مباريات عشان يبقوا جاهزين لماتشات الترجي، فبالتالي ان الاهلي ما عندوش برضه غيابات مؤثره، لكن كل القوام بتاعه موجود، ونفس التشكيله انا اعتقد ان هي ثابته مش هتتغير كتير عن اللي احنا شفناها يعني الماتشات اللي فاتت. مصطفى شوبير في حراس المرمى خلاص تم الاستقرار عليه رغم وجود محمد الشناوي ودعمه ومؤازرته للفريق في تونس، جاهز الشناوي جاهز جاهز خلاص طالما دخل القايمه جاهز، ولكن خلاص انت يعني بتلعب بمصطفى شوبير بتتكلم في ست ماتشات او سبع ماتشات بيحافظ على نظافه شباكه، فبالتالي انه من الظلم انك تحرمه من المباراه النهائيه، لازم يكمل مبارياته، وفي زي مثلا بيقول انه هي لما بتبقى شغاله ما يعني ما تلعبش فيها، ممكن يحصل فيها اي حاجه، مش زي ريال مدريد كده عايز ينزل كورتوا. لا ما هو في فرق بين الاثنين، لانه كورتوا احسن حارس في العالم ورايح بقاله كتير قوي، ما مريح عشان الصليبي ما انا فاهم رجع، لكن لو انت برضو شفت في ماتش بايرن ميونخ ما هو كان جاهز ما لعبش، كان على الدكه، ولونين هو اللي لعب حارس اساسي، فبالتالي هو انشيلوتي اداله في الماتشات الدوري المحلي الدوري الاسباني
اديله ماتش وياخد الاجواء. حتى لما اتكلم في المؤتمر قال بقى لنا ماتشين في الدوري الاسباني، لونين هيلعب ماتش وكورتو هيلعب ماتش، ما اتكلمش برده عن نهائي دوري الابطال مين هيلعب او مين مش هيلعب يعني. وقد تفاجئ يوم الماتش تلاقي لونين هو حارس الاساس لريال مدريد في النهائي يعني. فبالتالي انه مصطفى هو الافضل دلوقتي، هو اللي جاهز، هو اللي رجله في الملعب، محافظ على شباكه. صحيح. الجمهور ذات نفسه اصلا بقى مطمن ان مصطفى بقى موجود في حراسه المرمى، فما تقدرش تلعب في الحته دي. محمد هاني طبعا في الباك رايت، علي معلول باك ليفت، والاثنين المساكين رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. نص الملعب بقى هو اللي هيبقى فيه يعني شويه تغييرات، ولكن اداء اكرم توفيق بيلعب ليه كذا ماتش بيظهر بمستوى كويس. مروان عطيه موجود، امام عاشور، ادي الثلاثه في نص الملعب. وعندك الثلاثه اللي قدام بحسين الشحات وبرسي تاو واسامه ابو علي. فاعتقد انه ده بنسبه 100% هو تشكيل النادي الاهلي النهارده. النهارده افضل حاجه ممكنه المفروض الاهلي يعملها علشان يبقى حاسس انه في السليم وضامن، في السليم يرجع كسبان يعني. دي افضل حاجه. خلينا نقول سيناريوهات متعدده. لا، ما هو طول الوقت انت يعني التارجت بتاعك ان انا ما اخسرش في في في, في, في رادس، ارجع من هناك وانا كسبان. والاهلي عمل ده السنه اللي فاتت. الاهلي كسب 3-0 في ملعب رادس، فبالتالي عنده القدره يعمل ده، وعنده اللعيبه اللي تنفذ ده، وعنده اللعيبه اللي تسجل الاهداف في الترجي. فبالتالي افضل نتيجه طبعا ان الاهلي يرجع كسبان من هناك. النتيجه الثانيه ان الاهلي يتعادل هناك في تونس، النتيجه ايجابيه 1-1 2-2، فيرجع في القاهره يقدر يعوض في القصه. النتيجه السلبيه طبعا ان الاهلي يخسر باي نتيجه من الترجي، ولكن النتيجه السلبيه برضو الخساره بتفرق، 2-0 غير 1-0 غير 2-1، كل ده هيفرق معاك في ماتش العوده، لانك تقدري تعوضي بسهوله لو انت كسبانه بره، فالامور بالنسبه لك اسهل في مباراه العوده في القاهره. امن بالظبط. لو التعادل برضه هيبقى اسهل بالنسبه لك كتير، لو الخساره بفارق هدف في تونس تقدري تعوضي كده هنا في القاهره، زي ما الزمالك عمل مع نهضه بركان. كان الموضوع صعب جدا 2-0، الزمالك كان هيبقى محتاج 3 أهداف عشان يعني يتوج بالكونفدراليه، ولكن الجون اللي جابه سيف الجزيري ريح نادي الزمالك بشكل كبير. الزمالك يكسب 1-0 في القاهره يتوج باللقب للمره الثانيه يعني. طيب انت بتلعب في ارض غير ارضك والجمهور، واكيد هيكون ده بيمثل ضغط على لعيبه النادي الاهلي. ازاي النادي الاهلي هيتعامل مع هذه النقطه؟ وعنده خبره طبعا في مثل هذه المباريات، ازاي هيتعامل؟ هل هيبدا ضاغط ولا هيبدا يمسك كرة في البدايه عشان يمتص حماس اللعيبه والجمهور؟ يعني حته الجمهور، ويعني انت بتتكلم في عدد من الماتشات لعبوا النادي الاهلي، بقول لك ده يعني 5 سنة بتلعب النهائي، فبالتالي حته ان الضغط الجماهيري وانا بلعب بره ارضي والقصه دي، اعتقد انه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عدت المرحله دي. وانا بقول لك لسه السنه اللي فاتت الاهلي كسبان الترجي في تونس 3-0، فبالتالي انت عديت مرحله انك انت يبقى في عندك الضغط، الجمهور عامل ضغط عليك او عامل لود عليك في المباراه. حته البدايه طبيعي انت تنزل متحفظ شويه في البدايه، وقد يكون يعني كولر بيفكر انه يفاجئ الترجي، انه يبدا ضاغط في بدايه المباراه، فبالتالي يعمل ربكه لدفاعات الترجي. الترجي في المقابل هو طول الوقت متحفظ جدا، يعني اهدافه قليله جدا، واللي بيدخل مرماه برضه يعني قليل جدا، بتتكلم في 3-4 أهداف طول البطوله يعني من دور المجموعات حتى الان يعني. فبالتالي هو متوازن طول الوقت، ما بيهاجمش. الاول كنا بنشوف الترجي يعني شرس في الهجوم. صحيح. لا، دلوقتي متحفظ جدا، بيدافع كويس وبيلعب على الهجمه المرتده وبيبقى على ارضه يعني. انت المعتاد عليه انك انت على ارضك بتفتح اللعب وبتلعب وعايز تسجل وبتاع، لا، الترجي دلوقتي بقى بيدافع على ارضه وبيلعب على الهجمات المرتده، سواء في ماتشات الذهاب او في ماتشات الاياب بيعمل كده بره ارضه وخارج ارضه. فبالتالي انه كولر ممكن يعني ينتبه لطريقه لعب الترجي ويبادر هو بالهجوم، انه يسجل هدف مبكر النادي الاهلي، هيفرق معاك كتير جدا. لا هيبقى فيه بقى ضغط جماهيري ولا غير ضغط جماهيري، انت سجلت في الترجي مبكرا، هيبقى هو اللي عايز يعوض بجون واثنين وثلاثه، انت فتحت الملعب. بالظبط، فتحت الملعب وتقدر تستغل بعد كده السرعات انك انت تسجل اكثر من هدف يعني. احنا ما عندناش في تشكيله الاهلي غيابات مؤثره تقريبا او حاجه ممكن تكون بتقلق، لكن لو بصينا على الترجي هل عنده اي حاجه برضو ممكن نلعب عليها او نستغلها؟ لا، فرقه الترجي فرقه كويسه جدا، وعنده خط الدفاع بتاعه يعني ثابت ما بيتغيرش، محمد بن علي ومحمد بن حميده باك ليفت كويس جدا، وعنده الاثنين المساكين بتاعه سواء توجاي او ياسين مرياح، ده الرباعي بتاعه الدفاع ما بيتغيرش لا محليا ولا افريقيا، ورباعي متميز جدا. حارس المرمى امان الله مميش برضه حارس كويس جدا، حارس واعد لسه صغير في السن، ولكن زي ما احنا بنقول عند الاهلي عندهم مصطفى شوبير، هم عندهم برضه امان الله مميش حارس كويس جدا وبيحافظ على نظافه شباكه خلال الماتشات اللي فاتت. هي القصه في نص الملعب بتاع الترجي تقيل جدا يعني، لعيبه كوره يعني بلغه الكوره يعني، فبالتالي انه بيقدروا يتحركوا في نص الملعب براحتهم. حسام غشه وغيلان شعلالي وحسام تقى، يان ساسي، المهاجم رودريغز، فبالتالي انه عنده ورق
في المنطقه الهجوميه يقدر يعني يلعب بيه شويه في دفاعات النادي الاهلي يعني. وما عندهمش تمركز يعني طول الوقت، انت مش شايف مين قدامك، بيتغير طول الوقت. فبالتالي ده برضه هو اللي بيعمل لخبطه لدفاعات المنافس. لكن الترجي كل صفوفه مكتمله يعني، دول ال11 اللي بيلعبوا كل الماتشات جاهزين كلهم، مفيش اي اصابات. نفس القصه الاهلي ما عندوش اي اصابات الا كوكا، واعتقد فيها بدائل. عندك مروان عطيه زي ما قلنا، وامام عاشور، واكرم توفيق، وديانج رجع من الاصابه. فبالتالي ما عندكش اصابه مؤثره تقدر تقول ان انا عندي اصابه مؤثره هتاثر عليا في المباراه يعني. طيب هل هيحل كولر مساله الدفاع القوي بتاع فريق الترجي والعمل دايما على المرتدات بانه يشوط من بره؟ احنا عندنا في النادي الاهلي لعيبه كتير بتشوط من بره. انت عندك حل انك انت تشوط من بره، عندك حل الضربات الركنيه او الكور الثابته. هم يعني دفاعيا اقوياء، ولكن عندهم مشكله في الكرات الثابته. يعني الكرات الثابته للترجي هي ميزه وعيب في نفس الوقت، بيسجلوا منها اهداف وبيدخل مرماهم اهداف من الكور الثابته. فبالتالي النادي الاهلي مميز جدا في الموضوع الكرات الثابته، وخصوصا الضربات الركنيه مع لولو ومنعم شفناها اكتر من مره. فممكن يستغل ده. اكيد كولر اتكلم مع اللعيبه بده، اكيد اتكلم معاهم في التسديد، واحنا شفنا حتى الماتشات اللي فاتت في الدوري المحلي شفنا امام عاشور بيشوط كتير جدا. فاعتقد انك انت لازم تستخدم كل اسلحتك في مباراه اليوم، تسديد من الخارج والضربات الثابته والاجنحه معاك بيرستا وحسين الشحات. لكن الاختراق من العمق هيبقى صعب شويه. هيبقى صعب شويه لانه عندهم الباك رايت والباك ليفت محمد بن حميده ومحمد بن علي لعيبه كوره، فبالتالي صعب انك انت يعني تخترقهم. لعبوا طول الفتره اللي فاتت وظهروا بمستوى كويس جدا. فزي ما انت بتقول عندك علي معلول يعني ممتاز في الناحيه الشمال، وعندك محمد هاني، هم عندهم برضو الناحيه اليمين والناحيه الشمال عندهم يعني اقوياء فيهم وسراع جدا. فبالتالي صعب انك انت برضو تدوس عليهم شويه في حته انه الاختراق من الحته دي. هيبقى قدامك حل التسديدات وحل الضربات الثابته وحل الحلول الفرديه بقى، المهارات بتاعت حسين الشحات، بتاعت اسامه ابو علي، وبتاعت بيرسي. وان شاء الله النادي الاهلي يحسمها من هذه المباراه. يا رب. نشكرك طبعا جزيل الشكر الناقد الرياضي محمد مهدي، شكرا جزيلا ليك. شكرا.